حسبي الله على المخدرات ومن وردها. تبي تشوف واحدة مكلومة، واحدة مغبونة، واحدة مبتلاة، أصيبة في مصيبة في دنياها، تراها زوجة مدمن. يا الله الله يعينها، الله يجبر قلبها. تكفى يا شيخ، تكفى اللي طحت في الإدمان. إلى متى؟ إلى متى؟ بكرة كانك ما تزوج ترى بتتزوج، كانك ما تزوج تتزوج، يصير عندك عيال، يقولون لك يقولون أخوي عيالك أبوك مدمن، أبوك راعي الشراب، أبوك راعي السكر والنكر، شفنا أبوك بالوضعية الفلانية. أحد الشباب الطلاب في الابتدائي، اسمعوا تكفون شيء يقهر، أحد الطلاب يقولون له أخوياه يا ولد السكران، شاف جاهم أبوه سكران في المدرسة، كيف توقع نفسيته؟ كيف توقع نفسيته بتصير؟ ولا أحد قبل شوي جاني اتصال من أحد الأخوات تبكي بسبب إن زوجها مدمن حشيش، تضيع للصلوات، نوم عن الصلوات، حشيش وحبوب. يا شباب ترى قدامك الطريق مقفل، أما هلوسة وفصلة أو سجن أو هلاك وموت. إلى متى؟ إلى متى؟ والله إلى متى؟ يا أخي الواحد يخاف إنه يموت وهو بيده مثل هالشيء، أو بفمه مثل هالشيء، أو يتعاطى هالشيء. تقول ما أقدر، عيادات طبية موجودة، مستشفيات طبية موجودة يعينونك. قبل هذا كله إعانة الله لعبده، إذا أراد أن يطيعه يعينه. إياك نعبد وإياك نستعين. يا جماعة أول الصحابة ترى كان عندهم الخمور، لما نزل قول الله تعالى عن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الصحابة سمعنا وأطعنا. جماعة لازم يصير عندنا هم، لازم يصير عندنا هذا اللي يسويه خطأ. إلى متى طيب يوم أنك تعرف أنه خطأ؟ وقف تكفى، حتى لو أنه دخان وتنباك وشمه والقير وكل، يا أخي خطأ خطأ. إلى متى؟ إلى متى؟ لو ما يجي من زوجتك إلا انفسك تصفير فينيلتك تصير صفرة، يا أخي اصبر أنت بعد، فينيلة تصير صفرة، اللثة تصير صفرة. جماعة قسم بالله شيء متعب، متعب والله العظيم، لما تتصل عليك واحدة ولا يتصل عليك طفل يعاني. والله إني واقف على حالة بنفسي يا جماعة، رجل يبي يقع على أمه بسبب المخدرات مو في عقله. والله العظيم إن المتصلين على الشرطة بنفسنا أنا ومجموعة شباب، يبي يقع في أمه، هذه أمه، هذه المخدرات، ما إنهم كل العام بلهم أظل. جماعة دمار، دمار المخدرات، دمار، ما في عقل. حسبي الله على من وردها وجابها وسعى فيها. كثير من الأخوات ابتلت واحد مدمن شيش ولا حبوب زينكس ولا من يعرف إيش، وما تخلص أنواعها. شيخ أنا عندي عيال منه، أطلق ولا لا؟ تعبت يا شيخ، يهددني، يشك فيني، خاصة حق الحبوب يشك فيني، لأنه ما في كيف يشك فيها، ما في أساسًا، هو تضيع للصلوات، شهر ثلاث أيام أربع أيام في منينون مثلها. يا جماعة تكفى، إلى متى؟ المشكلة ليه مت وانت على هالحال؟ يحشر المرء على ما مات عليه، يقول عليه الصلاة والسلام، يبعث يوم القيامة يلقى الله وهو سكران أو محشش أو طايح في حبوب أو 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 أو. تكفى يا شيخ، لا تقول ما اقدر، تقدر. تدري وش اهم شيء انك تترك؟ تستعين بالله عز وجل، ثم تبعد عن الصحبه الشينه القشره هذولي اللي باستراحات والشيلات والمخيمات، هم اللي يطيحون فيها. ما في احد نزل له من السماء حشيش ولا ما في، الا صحبه سيئه. حتى اللي يدخنون لا بدايه يترك الدخان، يبعد عن اخوياه اللي ما يشم ريحه الدخان لا في استراحه ولا في مكتب، ابعد عنهم كلهم. اصدق مع الله عز وجل وابشر بالخير، وادعو الله عز وجل وابشر بالخير. لا تقول ما اقدر، اعرف ناس 30 سنه و40 سنه طايحين فيها، يوم استعانوا بالله وتركوا الصحبه السيئه وصار عندهم عزيمه قويه تركوها. ادري طولت، لكن ابشر بالخير ما دامك تبي الخير، ابشر بالخير ما دام نيتك خير، يعينك الله عز وجل. ترى الله يعين عبده اذا استعان به.